أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ولكم أجمل تحية من برنامجكم الأسبوعي الفروسية المحلية، اللي دائما نشاهد حقيقة المنافسات القوية والتحديات ما بين جميع المضامير وكذلك أيضا محبي هذه الرياضة. مشاهدينا الكرام عبر قناة سبورت الرياضية، خلكم معنا. نتابع الآن يافع جليبيب المرتجز ناثان، أبشر بالخير بريميرو. لحظات مشاهدينا الكرام ليبدأ السباق، انتظار راية المطلق، وبسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا الشوط. لينطلق شوطنا الأول والكلاس فور مسافة 2000 متر، مسافة 10 أثمان، ليتقدم بكل قوة في هذه المجموعة من الجواد جليبيب لصطبل الشوري، على حساب هذه المجموعة من الجواد يافع المرجد ناثان أبشر بالخير بريميرو، ومحاولات أيضا من مشاركة الجواد أبشر بالخير، وكذلك أيضا متابعة للجواد جليبيب لصطبل الشوري بالخيال فيليب الآن، ومحاولات من الجواد بريميرو من الخارج أيضا في هذا السباق، ومتابعة لهذه اللقطة الجوية، وهناك أيضا مشاركة من الجواد ناثان يحاول أن يقترب على الصدارة من الداخل الآن في هذا الشوط، وكذلك أيضا الجواد جليبيب لازال متقدم لصطبل الشوري بشعاره الجديد الشعار الأصفر، وهناك أيضا متابعة أبشر بالخير لصطبل خالد العتيبي يحاول التقدم الآن في هذا الشوط مع الجواد بريميرو لصطبل الشمالي بالخيال علي الخياري يحاول التقدم مع الجواد جليبيب، وهناك ناثان أيضا يقترب من المنعطف الثاني أو الثالث بالفعل في هذا السباق، ونتابع أيضا مشاركة ناثان وجليبيب، وهناك أيضا الجواد بريميرو، فمحاولات من الجواد أبشر بالخير رابعا في هذا السباق، ومتابعة أيضا من الجواد بريميرو مع ناثان مع جليبيب، منافسة صعبة وقوية لهذه الخيول المشاركة في هذا السباق للجواد ناثان الآن والخيال عبد الله عامر الفراج، ومتابعة أيضا من الجواد بريميرو وجليبيب بالخيال فيليب، وهناك الخيال علي الخياري على الجواد بريميرو في هذا الشوط المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم في هذا السباق، متابعة للجواد ناثان الآن ليوسع الفارق بكل قوة لهذا الشوط. الجواد ناثان لصطبل الفراج يتقدم بكل قوة بقيادة الخيال عبد الله عامر الفراج، هناك أيضا من المركز الثاني يافع لصطبل الفراج يحاول من الداخل، ثالثا الجواد بريميرو لصطبل الشمالي، رابعا أبشر بالخير في هذا السباق، والمتابعة للجواد ناثان لازال متقدم مسيطر تماما بكل قوة لهذا الشوط بالفعل، ليكسب الجواد ناثان لصطبل الفراج بالخيال عبد الله عامر الفراج، وأيضا ليستقبل علامة الوصول فائزا في المركز الأول الجواد ناثان. مبروك بالأرضية الجديدة في هذا الموسم، موسمنا الجديد موسم 2021-22، مبروك.
متابعة مشاهدينا الكرام الآن لشوطنا الثاني في هذا السباق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لينطلق شوطنا الثاني في روسية الأحمدي مسافة الألف متر، مسافة الخمسة ثمانية كلاس ثري. الزحزاح لصطبل السماوي بالخيال علي عياد، خويطر لصطبل شويعر بالخيال علي الخياري، شرواك لصطبل الرويس بالخيال سالم العجمي، وهناك سهاج لصطبل الملكي بالخيال توفيق سيادي لصطبل السماوي بالخيال محمد الفرماوي. ونتابع أيضا الجواد سهاج لصطبل الملكية تقدم بكل قوة مع أيضا خويطر وشرواك، وأيضا محاولات للجواد سهاج لازال متقدم في هذا الشوط. هناك أيضا سيادي يحاول في هذا الشوط من الخارج، ونتابع أيضا بقية هذه الخيول. لكن نعم الجواد أيضا سهاج لازال متقدم في هذا الشوط، وهناك أيضا سيادي وخويطر وشرواك ومنافسة صعبة. سيادي لصطبل السماوي نعم قادم بكل قوة. الجواد الآن سيادي لصطبل السماوي يتقدم بكل قوة لهذه المنافسة إلى خط النهاية ليعلن انتصاره. مبروك مبروك هذا الفوز والتتويج لصالح الجواد سيادي لصطبل السماوي. قطع المسافة دقيقة 3:32 جزء من الجزاء الثانية لصطبل السماوي بالخيال محمد الفرماوي. ألف مبروك. متابع مشاهدينا الكرام، شوطنا الثالث الآن على كأس المرحوم صلاح سعد سيف العجمي رحمه الله وطيب الله تراه، مسافة الميل فهيدان على خبرك حضرنا. هلا عبد الله فلاح الطيب تركي لحظات. الجيات تستعد بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لينطلق شوطنا الثالث الآن على كأس المرحوم صلاح سعد سيف العجمي رحمه الله وطيب الله ترى. مشاركة فهدان على خبرك حضرنا. هلا عبد الله فلاح الطيب وتركي وفلاح الطيب لصطبل البرازي الآن بالخيال سعد بن هركي العجمي يتقدم على حساب هذه المجموعة والمشاركة. ومتابعة أيضا للجواد الآن فلاح الطيب لازال متقدم بهروبه في هذا السباق منذ بداية هذا المشوار. للجواد الآن فلاح الطيب لازال متقدم مسيطر تماما بكل قوة على الصدارة. نعم قادم في هذا الشوط الآن للجواد فلاح الطيب. هناك أيضا هلا عبد الله حضرنا على خبرك وفهيدان في هذا السباق والمشاركة ما بين هذه الخيول على تحديها. بالفعل المنافسة القوية لهذا الشوط. الجواد فلاح الطيب لازال متقدم الآن في هذا الشوط المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم. فلاح الطيب لصطبل البرازي بالخيال سعد العجمي، وهناك أيضا متابعة من المركز الثاني للجواد في هذا السباق تركي وحضرنا على خبرك فيدان. هلا عبد الله وبفارق بعيد جدا الآن قادم بكل قوة لهذا الشوط. فلاح الطيب لازال متقدم مسيطر تماما. هناك أيضا يقترب فهيدان لصطبل السيد في هذا السباق، وكذلك أيضا متابعة من الجواد. هلا عبد الله لصطبل الرويس، ومحاولات من حضرنا أيضا لصطبل الفراج على المركز الثالث ورابعا على خبرك أيضا لصطبل الشوري. لكن نعم قادم بفهيدان، فهيدان متقدم مسيطر. نعم فهيدان في هذا السباق فهيدان والرميات الأخيرة. هذا فهيدان أول مشاركة لصطبل السيد يكسب المركز الأول، وأيضا هلا عبد الله لصطبل الرويس على المركز الثاني والخيال على الخيال المركز الثالث. حضرنا لصطبل الفراج بالخيال عبد الله عامر الفراج رابعا على خبرك. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، كلمة لرئيس مجلس إدارة نادي فروسية الأحمدية بمناسبة الافتتاح اليوم لموسمنا الجديد، موسم 2021-22، الدكتور هايف هادي الحويلة، حياك الله طال عمرك. هلا هلا، حياكم الله ومرحبا فيكم في ناديكم نادي الأحمدي لرياضة الفروسية. سلم عمرك أبو هادي، اليوم للأمانة هناك الكلام الكثير والكثير في هذه المناسبة الطيبة لافتتاح هذا الموسم، وهناك أيضا تطورات من الإنشائية وكذلك أيضا بجهودكم الجبارة ونجاح ما هو جديد لإخوانكم من الأكبر. بداية أرحب فيكم. ثانيا بالنسبة لكلمة جهودنا الجبارة، لا والله جهودنا متواضعة، ونتمنى يكون اللي نقدمه أكثر من اللي قدمنا، ولكن مثل ما لاحظتوا السنة هذه بدينا بداية مبكرة، وهذا يعني نادي الأحمدي من الأندية المتعارف عليها بالكويت أنه هو دائما السباق في افتتاح مواسم سباقات الفروسية، ودائما يكون آخر نادي في إنهاء الموسم في رياضة الفروسية. احنا اليوم بدينا قبل اخواني الملاك والاندية في المناطق الاخرى، وهذا اللي احنا عودنا العالم عليه. ومثل ما رأيت اليوم عندنا افتتاح مبنى جديد، هو تجهيز الخيل وفحص، وآلية الفحص ايضا تغيرت عندنا، صار عندنا تقريبا 3 فحوصات 3 مختبرات. ايضا الارضية تم تغييرها بالكامل، بعض القوانين نقحناها وجددناها بما يتواكب مع الأحداث والسباقات اللي قاعدة تحصل عندنا بالكويت. نتمنى أن نكون قدمنا شيء يسير في مصلحة هذه الفروسية، هذه الرياضة اللي تهم شريحة كبيرة من أهل الكويت. بالفعل دكتور هايف، أيضا على جهودكم طبعا الناجح اللي نشوف هناك أيضا مبنى طبعا لتجهيز الخيل، كذلك ايضا للفحص الخيل، وكذلك ايضا الترتيبات اللي نشوفها السنه هذه، لكن هل هناك مفاجاه كبيره نقدر نقول باذن الله تعالى على الموسم القادم لمدرجات ومنصه رئيسيه باذن الله؟ احنا بلشنا للامانه في تخطيط، وراح نشوف ان شاء الله راح تشوفونا في كل موسم باذن الله، راح يكون خلال موسم او موسمين اوعدكم، من خلال سنه او سنتين راح تشوفون نادي الاحمدي متغير جذريا في المباني، في القوانين، في الجوائز. فهذا وعد منا لكم بإذن الله أنه راح تشوف شلون أنه يكون نادي الأحمدي دائما متعلق، ونكون دائما في الطليعة بإذن الله تعالى. دكتور هايف هادي الحوي رئيس مجلس الإدارة، نقول عسى عمرك طويل إن شاء الله، وبإذن الله تعالى نشاهد هذا الكلام بإذن الله بفعل جهودكم دائما تقول والطول بإذن الله تعالى. شكرا لك طال. حياكم الله ويا مرحبا فيكم. متابع مشاهدينا الكرام، شوطنا الرابع كأس معالي محافظ محافظة الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح عمار الاسطبل ابن عبداح الهاجري مشراق لابو جمه محمد العز الاسطبل حويلة النفور الاسطبل الشوري شعيب الاسطبل الفراج عبود كال اسطبل الجعيدية طلال الخير الاسطبل الشمالي ريجنت الاسطبل الدبوس اللاحق الاسطبل الجعيدية بشاير الخير الاسطبل خالد عتيبي عز الرغام الاسطبل برازي حسان الاسطبل الجزيرة. لحظات مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق واستعدادها النهائي، لحظات ان شاء الله ليبدأ ان شاء الله شوطنا الرابع والاخير لهذا المساء. فروسية الأحمدي، جياد تستعد راية المطلق، وكما نتابع الآن انتظار راية المطلق ليبدأ السباق، وكما نتابع هناك أيضا أحد الجياد مشاكس بجهاز الانطلاق الجواد محمد العز، تم انسحابه واستبعاده، نشاهد الآن خلف جهاز الانطلاق ليبدأ الشوط انتظار راية المطلق أحمد العنزي بناصر، نشكر جهوده الطيبة. متابعة مشاهدينا، وجهاز الانطلاق وهذه اللقطة الجوية انتظار
راية المطلق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الآن من عمار مشراق محمد العز، تم انسحابها النفور شعيب، وهناك أيضا مشاركة من عبود كطلال الخير ريجنت اللاحق بشاير الخير عز ضرغام حسان في هذا الشوط، والمشاركة للجواد الآن طلال الخير لا زال متقدم مسيطر تماما بكل قوة على الصدارة لهذا الشوط الذي يجمعها الآن في هذه المشاركة من الجواد بالفعل عز درقام وكذلك أيضا حسان، ومتابعة الجواد الآن طلال الخير الأسطبل الشمالي بالخيال علي الخياري، محاولات أيضا من مشاركة للجواد الآن اللاحق على المركز الثاني المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم في هذا السباق، والمشاركة الآن لهذا الشوط من الجواد الآن بالفعل طلال الخير لا زال متقدم، هناك أيضا ريجنت يحاول الدبوس وطلال الخير لا زال متقدم، وأيضا النفور من الخارج أيضا باقترابه في هذه المشاركة بالفعل قادم طلال الخير بالإسطبل الشمالي، وكذلك أيضا النفور في محاولاته للثمن الأخير، شوف المتابعة من النفور وكذلك ريجنت يحاول من الداخل، وهناك أيضا الجواد طلال الخير ومحاولات أيضا من مشراق الإسطبل بجيم رابع، لكن النفور يحسمها في المركز الأول مع ريجنت الإسطبل الدبوس. بالفعل النفور الإسطبل الشوري بالخيال فيليب يكسب المركز الأول دقيقة 34 ثانية وخمسة من أجزاء الثانية. مبروك هذا الفوز والتتويج. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق من شوطنا الأول من الجواد أمجادي. الإسطبل سيحان يتقدم على حساب هذه الخيول المشاركة من الجواد متعمد، الإسطبل مناحي ناصر القني على الصدارة في هذا السباق، وهناك بقية هذه الخيول وكذلك أيضا أمجادي متعمد، الإسطبل القني يتقدم على حساب هذه الخيول المشاركة، وهناك أيضا متابعة جايز وكذلك أيضا الجواد همام مع أيضا الرسام على المركز الثالث، وبقية هذه الخيول في الانتظار، ومشاركة أيضا من بركان وحباب، لكن نتابع الجواد متعمد الإسطبل القني لازال متقدم مسيطر تماما بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط، وهناك المنعطف الثالث ما قبل الأخير، نتابع أيضا مشاركة الجواد متعمد وأمجادي، وهناك جياد إسطبل شلية جوادين في هذا السباق من بركان وحباب، وأيضا المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم متعمد أمجادي يقترب لضمن هذه المنافسة الكبيرة، وهناك أيضا عند علامة التو فورلينج الأخيرة أمجادي بدأ ينفرد في صدارة المشوار. الإسطبل السيحان الآن في هذا السباق بقيادة الخيال علي عياد الفرماوي، ونتابع أيضا بقية هذه الخيول، أمجادي بدأ الآن يوسع الفارق إلى خط النهاية بإعلان انتصاره في هذه المشاركة من جماهيري على المركز الثاني في هذا السباق. بالفعل أمجادي يكسب الشوط ويحقق المركز الأول.
نسيت. جوكينا علي الفرماوي ألف مبروك، وما شاء الله اليوم سباق أول لك في انطلاقات فروسية الفروانية، نبي استعدادكم دائما لبداية الموسم، وأيضا نعرف أنك ما شاء الله مشاركاتك الخارجية هي اللي تساعدك على اللياقة أيضا. وشي الحمد لله على فضل الله الانتصار هذا، وكبداية طيبة في ميدان نادي الصيد الفروسية. ميدان هذا احنا عندنا غلا خاص، احنا من خريجة الميدان هذا، فلي يشرف ان يفتح الميدان هذا من اول شوط ان يغلب الشوط. ثاني شيء الحمد لله الانتاج صابت اللياقه وتنميخ، انا الحمد لله مسكت الموسم عندنا بالكويت، رحنا لدورات برا خارجيه السعوديه الحمد لله، واللياقات كانت معانا فحافظنا على اللياقه للموسم الثاني، وحققنا مراكز الحمد لله، ومن فضل الله هذا كله من دعوه والدينا ونهديهم الفوز هذا. علي دائما الجوكي اذا رن اول سباق ويكون فايز في اول شوط واول موسم، شنو هذه يعني تمسك معاه انه ان شاء الله يستمر على الفوز وتعطيه دفعه معنويه الى سباقات اخرى؟ اول شيء هاي الاراضي اكيد اول واحد يفتح الشوط بغلب اكيد عنده حافز افضل ان شاء الله، ونطمح ان شاء الله السنه هذه الجوائز الكبيره باذن الله. اي بالله الحمد لله، وان شاء الله نعدكم جوائز افكر ان شاء الله احنا موجودين فيها ان شاء الله. سؤالنا الاخير، دائما بدايه الخيل تكون ثقيله في السباقات، انت تلاحظ الجوكي يلاحظ ان الخيل دائما تكون في بدايه الموسم ثقيله تختلف عن المواسم الاخرى؟ هذه ابو صقر لابد فيها، لان الخيل ما راح تجي فت 100%، فاكبر دليل حصاني هذه اللي قاعد تسويها، حصاني دائما مشاي يمشي اول، لازم يطق يمشي اول، اليوم حافظت فيه رديت ثلاث طلاب حاولت احافظ بقوته، لان ادري لياقته ما راح تجي 100%، لكن الحمد لله حصان حافظت فيه واعطاني سباق افضل، نشكر المدرب على الحضور الطيب هذا الله يستر عليه. الله يعطيك العافيه وموفق يا علي. يا رب يعطيكم العافيه الله يطول عمرك. الجهات تستعد بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في الأسبوع الأول وهذا الشوط الثاني، الآن نادي فروسية الفروانية من فؤاد سهم أيضا سعود وكذلك آغا عاذر وبقية هذه الخيول أيضا على المشاركة، وبالفعل باسط يحاول أيضا على الصدارة مع أيضا بسام، وهناك أيضا آغا عاذر وفؤاد وبقية هذه الخيول على المشاركة، من الجواد باسط أيضا يحاول مع أيضا بسام في هذا السباق، والمشاركة أيضا القوية التي نتابعها للجواد باسط لازال متقدم مع أيضا الجواد بسام في هذا الشوط، وتحدي صعب وقوي. الآن نتابع باسط، نعم هناك عاذر يحاول على المركز الرابع، وكذلك أيضا مشاركة الجواد فؤاد لمنطقة العتيبي من الداخل مع أيضا الجواد بسام في هذا الشوط، باسط لا زال متقدم مسيطر تماما بكل قوة، أيضا الجواد عاذر، عاذر يحاول للرثعان الدحاني، بالفعل الفعل يكسب الجواد، بالفعل باسط وعاذر المركز الثاني في هذا الشوط، شوط قوي وتحدي حقيقة ما هذه الخيول المشاركة في هذا السباق. خالد الدبان ألف مبروك ولثاني شوط، هل هذا اهتمام بالخيل اللي تقدمونه وتوجيهاتك تكون سليمة؟ نبي ما شاء الله شوف التوجيهات، ودائما الشوطين اللي طافوا كله منافسة خطيرة، كيف آخر 500 متر شنو تكون توجيهاتك دائما للجوكي؟ شوف بخصوص أول شيء الله يبارك فيك الإعلامي صراحة، ثاني شيء أنا قلت لك الخيل إذا جاهزة وده السباق ما عندك مشكلة، مثل ما كانت خيلك جهوزية ودها السباق وان شاء الله بتعطيك اللي تبيه، بعدين احنا شفنا الشوط راح يكون سريع وقلنا له انتظر شوي، وبخصوص اخر 500 هذا يكون ذكاء الخيال، الدور 50 100 متر هذا تكون على الخيال نفسه على الجوكي
هو اللي يستخدم الصلاحيه هذه، اما مو صلاحيتي انا، ال 50 وال 100 متر هذه تكون صلاحيه الجوكي دائما. احيانا الجوكي ينشغل بالسباق، يكون تفكيره شاذ شوي، هل الجوكي يبعد عن توجيهات المدرب؟ هذا لازم اول شيء الجوكي يفصل الحياه الشخصيه خارج السباق، لازم يسمع تعليمات واي تغيرات في مجريات الشوط هني يكون في تحت تصرف الخيال. خلاص يعني انا اعطيتك خطه خطتين، تغير السباق عليك انت مفوض انك تقوم بدورك خلاص وبس، هذا هو. الله يعطيك العافيه خالد ومبارك لك، ونتمنى لك ايضا من المدربين المميزين ان شاء الله في السنوات القادمه. الله يعطيك العافيه اخو صلاح، ومشكورين على جهودكم الواضح وما قصرتوا. شكرا يا خالد. العفو حبيبي. الله يطول. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق، وانطلاقتها أيضا القوية من الجواد الآن. حامد والمحيط وكحيلان ودارين، دارين نعم، مع أيضا المحيط وحامد وكحيلان ورائد أيضا في هذا السباق والمشاركة، وهناك أيضا حامد على المركز الثاني، وكما نتابع دارين أيضا في هذا الشوط لمسافة الميل على هذا التحدي ما بين هذه الخيول المشاركة في هذا السباق، وكذلك أيضا متابعة من الجواد، أيضا حامد يحاول مع شباب مع كحيلان أيضا ودارين، ومنافسة صعبة وقوية على مقدمة الشوط لهذه اللقطة الجوية، كما نتابع أيضا مشاهدينا الكرام لتحدي صعب وقوي ننتظر الآن مع أيضا دارين وكحيلان وحامد أيضا على المركز الثاني، وكحيلان أيضا متقدم منذ بداية المشوار، ونتابع أيضا الجواد حامد أيضا يحاول التقدم بكل قوة على الصدارة ما بين كحيلان وما بين أيضا حامد، لكن نتابع هناك بقية هذه الخيول المشاركة في هذا الشوط. حامد بدأ ينفرد في صدارة المشوار، نعم حامد متقدم بكل قوة، وكذلك أيضا مشاركة كحيلان في هذا الشوط، وبالفعل حامد الآن قادم بكل قوة بالخيال فيصل عياد الفرماوي، كما نتابع بقية الخيول لازالت أيضا في المراكز الخلفية. نعم الجواد حامد يكسب الشوط في بداية هذا الموسم، مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج. والمشاركة كحيلان ثانيا في هذا السباق، وأيضا متابعة من أيضا مشاركة شباب رائد. حمد الفرماوي ألف مبروك، نشوف الشوط هذا ما شاء الله شوط جميل، وأيضا دخولك كان يعني فيه ارتياح للحصان، وأيضا الجوكي كيف كانت توجيهات المدرب؟ شيء يعطيك العافية أبو صقر، والحمد لله كنت الشوط هذا أتمنى أني أغلب عليه من زمان باسم الوالد صقر عياد الفرماوي من مؤسسين نادي فروسيتي الفروانية، وكان أكثر طموحي أن اليوم أني أشيل هالشوط، والحمد لله بفضل ربي حققت هذا الشوط. والجواد حامد غني عن التعريف، يعني الاسطبل العويض من الخيل المرشحة يعني اليوم، والحمد لله حالفني الحظ. نبي نتكلم عن توجيهات المدرب، ايش كانت واخر السيده توجيهات دائما الفينش اللي هي 500 متر او اقل منها، كيف كانت توجيهات المدرب؟ وشي المدرب ابو تركي كان واثق بحصانه وعطاني الثقه، قال حصانك اليوم رايح على الاريحيه ان شاء الله، واهم شيء انك ما تضغطه، والحمد لله جاب احسن صوره للفينش الحمد لله. الحمد لله دائما احنا والاسئله تكررت دائما احنا نشوف الخيل تكون ثقيله في بدايه الموسم، هل المدرب يوجهكم ان الخيل تكون لها ثقل في بدايه هذا الموسم؟ كيف يكون التعامل معها؟
اول افتتاحيه سباقات الفروسيه يعني يكون الخيل ثقيله شوي، والود انك ما تضغطها يعني تجي باحسن صوره، اذا ما حالفها حظ باليوم ولا سباقات واجد تول بدايه موسم ان شاء الله، خير قدام ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه محمد، واحنا نقول نسال الله العلي القدير ان يرحم الوالد صقر عياد الفرماوي، ونتمنى لك ايضا التوفيق في سباقات اخرى. الله يعافيك وامين، الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. شكرا. هلا حبيبي هلا. ننتظرها معا مشاهدينا الكرام ليبدا السباق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق بمشاركة قوية، نتابعها معا لهذا التحدي والمشاركة. هناك أيضا شايش الطارق كابول تكريتش به الريح، ومنافسة صعبة وقوية نتابعها معا أيضا في الشوطن الرابع والأخير لهذا المساء من الجواد الطارق وتكريت. وهناك زين المعاني للشلاحي في هذه المتابعة بدخوله بكل قوة على هذه المنافسة الكبيرة. هناك النجاشي وهناك أيضا كابول وتكريت، لكن نتابع زين المعاني للشلاحي. بدأ الآن هذا الهجوم من الجواد الطارق لاسطبل الفواز على المركز الثاني. الآن المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم كابل اسطبل حمود أيضا في محاولاته في هذا السباق على المركز الرابع، لكن نتابع دخول الآن بكل قوة لهذه المشاركة من شبيه الريح أيضا يحاول، وتكريت أيضا على هذه المشاركة من الداخل مع أيضا الطارق في هذا السباق. الطارق وتكريت، تكريت الآن في رميات الأخيرة، تكريت نعم غادم، تكريت الآن لاسطبل الدبان، ها هو غادم تكريت، نعم يكسب المركز الأول للدبان في مسافة الآن 1200 متر كلاس 3. مبروك هذا الفوز والتتويج لاسطبل الدبان. مساك الله بالخير ابو فهد، واحنا سعداء في تواجدنا في انطلاقه هذا الموسم، وايضا نشيد في اللي شفناه من التطور، من الاشياء الجميله اللي دائما نحرص ان الجوكيه والمدربين واهل المنطقه كلها يفرحون في هذا التطور، وايضا نبي كلمه افتتاح في هذا الموسم. اول شيء نشكرك اخوي صلاح، ونشكر ايضا تلفزيون الكويت الحريص حقيقه على دائما على سباقات التراث، سباقات الخيل وسباقات ابائنا واجدادنا، فلهم الشكر، خاصه القناه الثالثه الرياضيه. وحنا طبعا افتتاح اليوم، وتونا جايين اليوم بعد من مجلس الامه، كانت الاستراتيجيه برعايه رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم، واللي مشكلها يعني معالي وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري جزاه الله خير. شيء جميل اللي قاعد نشوف، وحنا طلبنا هناك حقيقه، ونتمنى من معالي الوزير كونه يعني معالي حاليا هو وزير الاعلام ووزير الشباب، بان سباقات التراث وسباقات الخيل وسباقات الهجن ان يكون لها قناه خاصه حقيقه في تلفزيون الكويت، حالنا حال دول الخليج اللي صايره. ف
فهذه راح تنقل نقله نوعيه في سباقات الخيل، سباقات التراث، يعني مثل حالنا حال الدول اللي برا، والكويت ان شاء الله ما هي قاصره، وان شاء الله انها يعني معالي الوزير انه يستجيب لطلب اخوانه ملاك الفروسيه جميع انديه الكويت، ويكون النقل مباشر ويكون على مستوى جيد. اليوم حقيقه افتتاحنا اليوم افتتاح موسم 21-22، حرص مجلس الاداره على تسميه هذا المهرجان اليوم على شخص عزيز على جميع ملاك الفروسيه في دوله الكويت، صقر عياد الفرماوي رحمه الله عليه. ابو عياد من الشخصيات الفروسيه المعروفه سواء في الكويت او في دول الخليج، واليوم التخليد اللي ذكره، و يعني ما نقول احنا ان النادي واجب عليه، ولا خير فينا اذا ما كرمنا مثل الشخصيه هذه. فنسال الله له الرحمه والمغفره، وشكرا على حضوركم اليوم الافتتاح. وافتتاح كانت سباقات يمكن شفتوها، يعني ما شاء الله السباقات على الفنش اليوم، ونتمنى ان شاء الله عن قريب العاجل ان تعود الجماهير كما كانت، يعني نسبه 100%. ولا احنا يعني حاليا متبعين الارشادات الصحيه حسب قرارات مجلس الوزراء، وكل الشكر لكم يا صلاح. الله يجزاك خير. ابو فهد، سؤالنا الاخير، ما نبي نطول عليك لانشغالك، احنا دائما طماعين، دائما اهل الاسطبلات واهل الخيل يطمعون دائما في التطوير، شنو توعدهم ان شاء الله الى القادم يكون افضل فروسيه الفروانيه؟ والله احنا طماعين بعد اكثر، هم احنا اهل الخيل واهل الاسطبلات، ودنا نسوي كل شيء، لكن هذه امكانياتنا كلها مسخرينها لهالرياضه هذه ولملاكنا في نادي فروسة الفروانيه، وايضا لفرسان نادي فروسة الفروانيه. هذه قدرتنا الان، السنه هذه يعني الفوتو فينش ركبنا ولله الحمد، وشكرا للهيئه العامه للرياضه على دعمها بالفوتو فينش، وصناديق الانطلاق جايه بالطريق ان شاء الله، حاليا مشحونه وبعد فتره بسيطه يعني خلال اسبوعين ثلاثه تكون موجوده في الكويت. الاناره مثل ما تشوف الاعمده موجوده، وحاليا قاعد نعمل على طرح ممارسه لاحضار يعني كشافات خاصه ما هي موجوده في الكويت، وباذن الله هذا اللي قدرنا نسويه السنه هذه، والخطه سوينا لها صيانه كامله ولله الحمد ان يعني الجميع يشيد فيها. الله يعطيك العافيه ابو فهد، واحنا ان شاء الله متفائلين بالخير، ان شاء الله الايام القادمه تكون افضل باذن الله. شكرا يا ابو فهد. شكرا لكم، بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافيه، مشكور، الله يسلمك. الله يعطيك العافيه ابو فهد. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة المميزة بعد ما شاهدنا واستمتعنا اليوم افتتاح نادي فروسية الأحمدي على مشاركتهم وتحديهم أيضا في ضمن هذه المنافسات القوية ما بين الخيالة والمدربين وملاك الفروسية. نستودعكم الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.